صحتك النفسية لا تقل أهمية عن صحتك الجسدية، لا تهملها، لا تستخف فيها. إن كنت تبحث عن تخصص يجمع ما بين العلم والتطبيق وتسعى إلى إحداث تغيير إيجابي وملموس بحياة الأشخاص من حولك، فإن تخصص علم النفس التطبيقي هو الخيار الأمثل لك. في جامعتنا نحن نؤمن بأهمية توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة. هنا ستجد طاقم أكاديمي مؤهل ومواد دراسية حديثة. نحن في دائرة التربية وعلم النفس وكلية العلوم الإنسانية والتربوية بجامعة بوليتكنيك فلسطين، منقدم برامج نوعية وهي من البرامج المستحدثة في المجتمع الفلسطيني والجامعات الفلسطينية، برنامج بكالوريوس في علم النفس التطبيقي وبكالوريوس بتخصص رياضة الأطفال وبكالوريوس بتخصص العلوم الأسرية. يتناول التخصصات مساقات تشمل جميع نواحي الحياة، ومنها علم النفس الإكلينيكي السريري وعلم النفس الجنائي وعلم النفس العصبي. علم النفس التطبيقي ليس مجرد تخصص أكاديمي، بل هو أداة قوية لتغيير حياة الناس للأفضل. نحن في تخصص علم النفس التطبيقي قمنا بافتتاح العيادة النفسية، وذلك لمحاكاة طبيعة التخصص ولتطبيق المهارات اللازمة للطلبة. تخصص العلوم الأسرية في كلية العلوم الإنسانية والتربوية تخصص يجمع ثلاثة مجالات في تخصص واحد: علم نفس وعلم اجتماع وعلم أسرة. بالإضافة إلى أن تخصص العلوم الأسرية تخصص فريد من نوعه على مستوى جامعات الوطن، وتخصص نستفيد منه في حياتنا اليومية وحياتنا المستقبلية. من خلال دراستكم لتخصص العلوم الأسرية راح يساعدكم في اكتساب خبرات إرشادية لحماية الأسرة والمجتمع. هذه المساقات توفر للطالب الخبرة اللي هي العملية والخبرة العلمية في هذا الجانب، علما بأن هذه التخصصات الثلاث تركز على إكساب الطالب المعرفة والمفاهيم الأساسية ذات العلاقة بالتخصص، بالإضافة إلى الدمج ما بين الجانب النظري والعملي من خلال إلحاق طلبة التخصص بالتدريب الميداني في مؤسسات المجتمع المختلفة، مع العلم بأن مؤسسات المجتمع الفلسطيني هي بحاجة ماسة إلى وجود أخصائيين نفسيين مؤهلين من ذوي الكفاءة والخبرة والمهارة العملية، بالإضافة إلى حاجة المدارس والجامعات والبنوك أيضا إلى وجود مرشدين وأخصائيين نفسيين، بالإضافة إلى اختصاصيين في رياض الأطفال وعلم النفس الإكلينيكي وعلم الاجتماع وعلم الأسرة.